تحياتي ليك يا فيروز، تحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. الأهلي وأتلتيكو مدريد هي المباراة العالمية والأهم اليوم، ومباراة غاية في الأهمية طبعا لفريق النادي الأهلي. دور مجلس الإدارة، دور الأهلي الوطني المعروف من 1907 حتى هذه اللحظة، بنتمنى أكيد كل التوفيق لكل النجوم المشاركين سواء من أتلتيكو مدريد أو من نجوم النادي الأهلي وغير نجوم الاهلي. واكيد معانا واحد من نجوم نادي المقاصه، كابتن احمد سامي، برحب بيك طبعا في البدايه، وسعداء اكيد ان انت بتشارك معانا ومع النادي الاهلي في حدث مميز جدا للاهلي واتلتيكو مدريد. الاول اهلا بحضرتك، وطبعا انا سعيد جدا بحاجه زي دي، ان انا ابقى موجود في مشاركه زي دي مع النادي الاهلي، نادي كبير طبعا بالنسبه لي، حاجه كبيره جدا. وان شاء الله باذن الله يكون يوم حلو، ويوم لذيذ ان شاء الله، والناس كلها تتبسط ان شاء الله. لو بسالك بخبرتك الكبيره كابتن احمد، دور الاهلي الوطني ان هو يعمل حاجه زي كده ضد الارهاب من اجل السلام، حاجه طبعا رساله، وكره القدم والرياضه هي اللي بتوصل رساله لكل الشعوب، بتشوف دور الاهلي الوطني بوجهه نظرك ازاي؟ طبعا النادي الاهلي معروف طبعا بالسباق طبعا في الاحداث دي على طول، فطبعا دوره كبير جدا ودوره مؤثر جدا في الحاجات دي، مش من دلوقتي، لا من قبل كده، بقاله فتره يعني، من اول ما النادي الاهلي اتعمل، اللي هو نادي كبير باسمه بكيانه بجمهوره بكل الناس اللي فيه، فطبعا حاجه مش جديده عليه ان هو يعمل حاجه زي دي. ماذا يمثل الكابتن احمد سامي اختيارك ضمن الكوكبه المميزه سواء من العرب او من النادي الاهلي ان انت تشارك في مباراه عالميه زي دي؟ طبعا بالنسبه لي زي ما قلت لحضرتك ان هي حاجه كبيره جدا بالنسبه لي، سعيد جدا بحاجه زي دي، وان شاء الله باذن الله تكون حاجه كويسه وبدايه كويسه ان شاء الله لسنه جديده ان شاء الله. لو باخد رايك بشكل عام، يمكن فرقه اتلتيكو مدريد من الفرق الرائعه جدا ومميزه جدا، بتحب مين في الفرقه؟ احنا طبعا عارفين جريزمان وتوريس وناس كتيره جدا، لكن انت مين اللاعب في اتلتيكو مدريد ممكن يبقى ملفت ليك او انت بتحب ان انت تتفرج عليه؟ يعني بحب اتفرج على جريزمان لان هو لاعب مهاري، واللعيبه المهاريه طبعا بتلفت الانظار لاي حد طبعا، فتحب تتفرج عليه، تحب تتفرج على كورته، تحب تتفرج عليه وهو بيلعب، فطبعا ده من اللعيبه المميزه جدا في اتلتيكو. يعني حضور جمهور النهارده، جمهور مصر وجمهور النادي الاهلي وغير جمهور النادي الاهلي، و60 الف متفرج يكونوا في الاستاد، ما تاثيره على هذه المباراه والرساله المميزه اللي بيقدمها جمهور النادي الاهلي وغير جمهور النادي الاهلي؟ شايف حضور الجمهور يا كابتن احمد من وجهه نظرك ازاي؟ احنا طبعا مفتقدين الجمهور بقى لنا فتره كبيره، دي حاجه كويسه جدا ان الجمهور النهارده يبقى موجود، بيوصل رساله للعالم كله ان احنا عندنا مصر امان، مصر بلد الامان، ما عندناش اي مشكله في اي ارهاب ولا اي حاجه، الحمد لله مصر مذكوره في القران وربنا حاميها، فما عندناش اي مشكله في ارهاب، ما عندناش ارهاب، فالحمد لله عندنا امان كافي جدا ان اي حد يجي بلدنا، وباذن الله نفضل كده على طول ان شاء الله. يمكن المباراه هتتابع بكل وسائل العالم، كل دول العالم هتتفرج عليها، رساله الكابتن احمد سامي ايه من اجل السلام وضد الارهاب؟ حابب تقول لكل الشعوب بلد امنه وبلد مصر امنه ان شاء الله، رسالتك ايه يا كابتن احمد؟ طبعا العالم كله عارف مصر ايه، مصر طبعا معروفة بجوها، بناسها، بأهلها الطيبين، بالأمان اللي فيها، مهما حصل ومهما حدث من أحداث ده ما بيأثرش عليها ولا على الناس اللي موجودة فيها، فطبعا بلدنا مهما بيحصل فيها بتفضل أمان برضو، والحمد لله طبعا بلدنا أمان وهتفضل أمان طول عمرها إن شاء الله. الله يخليك، شكرا. كل الشكر والتقدير طبعا لكابتن أحمد سامي، أحد نجوم فريق نادي مصر المقاصة، وأكيد